أولا أستاذ أنس، نحن نثق بالرجل، يعني نثق بالسيد السوداني كرجل مرحلة، وأيضا الرجل تاريخه جيد وحمل في مؤسسات الدولة العراقية لم تسجل عليه أي شائبة. ومن الميزات الجيدة لقدوم السيد السوداني أنه يمكن يكاد يكون الشخص الوحيد اللي إجى لرأس الوزراء ومن عراقي والداخل، يعني عايش كل الأوضاع الداخلية ويعرف بكل الملفات ويعرف حتى بالوضع السياسي. ماكل خبزتنا مال التسعينات مو دكتور سلام؟ نعم، ماكل الخبزة السوداء مالتنا مال التسعينات والدهن اللي جلبص وشارب شاي إنشارة. أكيد هو رجل أيضا من تاريخ عائلة مناضلة وله تاريخ. بالنتيجة اليوم احنا ما ننظر للسوداني كاسم، بصراحة نحترم تاريخه ونحترم اسمه، احنا ننتظر منه أداء بصراحة. يعني هذه كل اللي ذكرتاني، الآن هو متصدي وهو في سلم المسؤولية، عليه أن يكون حازما وقويا وأن ينجح في إدارة الدولة. إدارة الدولة لا يوجد فيها مجاملات ولا يستجيب لضغوطات. نعم مثل ما تفضلت، نجاح السوداني قد يكون نجاح للإطار، وهذه هي آخر فرصة لنجاح حكومة الإطار التنسيقي. في حال فشل السوداني ستكون هناك فشل للتجربة، ويعني ممكن أنه تكون هذه آخر حكومة في ظل شكل النظام الحالي. هناك كتلة معارضة لها ثقلها في الشارع ولها جماهيرها المؤثرة جدا وثقلها بالعملية السياسية.